هاي جايز، كيفكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير شوكولان للنيوتيلا. هو طلع أطيب من النيوتيلا بطريقة كتير سهلة وبسيطة وما بدها كتير مكونات، وفيكم تعملوا حدو بانكيك أو كريب. هحط لكم تحت الوصفات بصندوق الوصف. ويلا لنبلش بالمكونات. بدنا كباية حليب، كباية ونص من سكر البودرة، كبايتين من حليب البودرة، كباية ونص من الكاكاو، معلقة صغيرة فانيلا، ومعلقة كبيرة من الزيت. ويلا لنبلش. مثل ما شايفين رحنا هون عنا خلاط كهربائي. أول شي ضفنا الحليب السائل أكيد، وبعدين ضفنا بودرة السكر بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو. وعن جد يعني طريقة تحضيره لهيدا الشوكولا كتير سهلة وما بدها شي، وكتير طيبة كمان آخر شي طلعت معنا. وبعدين هلأ مثل ما شايفين منشغل الخلاط ومنتركه هيك تقريبا لدقيقة أو دقيقتين لحتى ينخلطوا منيح. وهلأ بعدين منضيف بودرة الحليب، وبنرجع منشغل الخلاط ومنتركهم لحتى ينخلطوا منيح. وهلأ ضفنا الكاكاو، ورجعنا شغلنا الخلاط وتركناهم ينخلطوا مع بعض. وهلأ صار وقت نضيف الفانيلا والزيت، وكمان نرجع منشغل الخلاط ومنحركهم. هلا عنا شايفين الشوكولا جاهز مثل ما بدنا، شوكولا نيوتيلا واطيب كمان من النيوتيلا. كمان فيكم تستخدموه بالساندويش مثل ما قلت قبل، كمان بالكريب او البانكيك. وشايفين الشوكولا بجنن ولا اطيب من هيك، يعني من الصورة مبين قديه طيب. وهيك عنا الشوكولا بيكون جاهز، والفيديو بيكون خلص لليوم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.